السلام عليكم. توقيت مباراة الجزائر ضد الإمارات اليوم في كأس العرب 2022 للمنتخبات تحت 17 سنة والقنوات الناقلة لهذه المباراة. ضمنت الجزائر التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العرب للناشئين بعد احتلالها المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تحتل الإمارات المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. ويستضيف ملعب السيق بوهران لقاء الجزائر ضد الإمارات في الجولة الثالثة من كأس العرب للناشئين اليوم الاثنين 29 غشت 2022 في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب أن يتم نقل هذه المباراة على قناة الجزائرية 6 وعلى قناة أبوظبي الرياضية.